أنا ونور ضلينا بس نحن من أهلنا، وماتوا منا 7 أشخاص. 7 أشخاص بس. صحيت حسيت بالمطر عم ينزل على وشي، والحرام مغطي هيك يعني جسمي مغطيني لهون. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. وين هلق عايشين يا خالد؟ عايشين بسقاط عندي الأوس. مع مين عايشين؟ مين قائم فيكم؟ نانتي. بالليل واحد بكمش ايدي من هون وواحد بكمش ايدي من هون وبنام، ما شلون بدي اتحرك ما بخلوني. هلا متاثرين، شفت ما بدي يطلعوا على البناي من رعب وخوف. راح عندي 7 انا بالزلزال، بناتي 2، اولاد ابني 2، اولاد بناتي 3. هلا انا قاعده انا وبنتي ارملي عندها 4 اولاد وانا معي 4 اولاد، من فاعلين الخير منها عايشين الحمد لله. الحمد لله حيطتن والله بالمدارس، وهاللي عب اقدر عليه عب بدارسن مثلا، هل ايش بجيني من اهل الخير عب بصرف عليهن يعني الحمد لله. بتمنى الله يهيئ لي اعيشن احلى عيشي وما ينظلموا ولا يحسوا بفقد امن وابون، واكون يعني قد المسؤوليه اني اقدر اربيهن تربيه صالحه وكويسه.